موضوع ألام الكتف وإزاي ممكن نتوجه للعلاج الطبيعي وإمتى نتوجه للشق الجراحي. عايزين مبدئيا نعرف إيه أهم الظواهر والأسباب والحاجات اللي ممكن تعرفني إن عندي مشكلة في كتفي وإزاي ممكن أقدر أعالجها بكل سهولة في البداية. صح، أنا لألا بالكتف هي نتيجة الجلوس الخاطئ لوقت طويل. رح أرجيك ليش. شوف هذا العمود الفقري تبعنا، هذا العمود الفقري أوكي، واضح على الكاميرا صح؟ إذا نحن قاعدين بوقت بطريقة غلط لوقت طويل، واللي هي هاي القعدة اللي أغلبنا بيقعدها على التليفونات أو على التلفزيون أو على الآيباد أو كل وسائل الإلكترونية، رقبتنا بتصير بيه هاي الطريقة صح؟ فبيصير الفقرات العنقية تبعيتنا ميلة هيك بيها الطريقة. فاللي بيصير نتيجة هذا الميلين، نتيجة هذا الضغط على الفقرات العنقية، اللي بيصير إنه الكتف بيصير نسميه رولينج شولدر، أو الكتف بيصير هيك مبروم بهالطريقة. فنتيجة هذه الوضعية بالكتف اللي بيصير إنه الأوتار اللي بالكتف بيصير عليها ضغط وبتلتهب. شوف هذا موديل الكتف، هذا لوح الكتف، وهذا الذراع، وهون بهيدا المكان في الأوتار تبعيت الكتف. مثل ما قلنا نتيجة جلوسنا الخطأ لوقت طويل اللي بيصير إنه هيدي الأوتار بتنضغط، فلما تنضغط ببطل يوصلها تروية دموية كافية، فبيصير فيها التهاب وبالنتيجة بيعمل ألم. بس يا دكتور عادل، إحنا بنأكد على العلاقة الوثيقة ما بين أوتار أو الكتف بشكل عام والعمود الفقري. الوضع الغلط إن إحنا أحيانا بنمارسه ده بيأثر على الكل 100%. وصدقني إن شاء الله بحلقات تانية بنحكيها الجلوس الخطأ ممكن يعمل ديسك بالرقبة، ممكن يعمل التهاب أوتار الكتف، بيعمل ديسك بأسفل الظهر، بيعمل حتى مشاكل بالورك والركب، وتخيل حتى بيعمل مشاكل بالقدم. فمن أسوأ الأشياء اللي ممكن نعملها نحن بوقتنا الحاضر هو أن نقعد بطريقة خطأ، ومن أهم الأشياء مثل ما قلت لك هو التهاب أوتار الكتف. هلأ كثير بنشوف شباب صغار بالعمر بالعشرينات أو الثلاثينات بيجوا بيشتكوا كثير من ألم بالكتف. أكثر شيء عم نلاقيه عاديا هو طريقة جلوسهم بطريقة خطأ لوقت طويل. شو اللي بينعمل هلأ بهالمرحلة؟ وبنصح كل الأشخاص من أول ما يلاحظوا هيدا الألم على طول يلجأوا لدكتور أو لأخصائي علاج طبيعي حتى يحلوا المشكلة سريعا. شو اللي بينعمل بأول خطوة بالعلاج؟ احنا بنحتار في الوقت ده يا دكتور عادل، أروح لدكتور عظام ولا دكتور علاج طبيعي؟ لا بيكون عندنا حيرة الحقيقة. لقلك شغلي بالنظام الصحي السليم، النظام الصحي الصحيح إذا بدك، هو نفس الشيء، لأنه وظيفة طبيب العظام هو جراحة، ووظيفة دكتور العلاج الطبيعي هو القيام ببرنامج علاج طبيعي. إذا الشخص توجه لطبيب عظام أو جراح عظام ولقى جراح العظام أنه منه ضمن شغله، فبيحوله عند دكتور علاج طبيعي. تمام. والعكس صحيح. إذا توجه مباشرة لدكتور علاج طبيعي ولقى دكتور علاج طبيعي أنه هيدا خارج عن نطاق عمله، فبحوله لجراح عظام. فأعطيكم حال اليوم عن